اهلا بكل متابعي بكبير ميديا في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه. وحادثه بشعه، حادثه يمكن يعني حريق ادى الى ان سيده تلقي بنفسها من البلكونه هلعا من الحريق. جزء من أهوال يوم القيامة والحريق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فرت المرأة من الحريق وألقت بنفسها من الدور الثاني. ومعانا ومعاكم شهود عيان هتحكي لنا اللي حصل النهاردة، إيه اللي حصل في داخل الوحدة السكنية وإيه اللي أدى إلى يعني إن سيدة تلقي بنفسها بدون محاولة لإطفاء الحريق. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يعني كلمينا عن ما حدث داخل الوحدة السكنية اللي موجودين فيها دلوقتي، والحريق اللي أدى إلى إن سيدة هويدة تلقي بنفسها من البلكونة. جيت جالي تليفون ان في بنت ولع وست وقعت في الشباك. تمام. طبعا الست وقعت تحت في الارض على وضعها، يعني على وجهها. طلعنا نجري فوق لقينا المراتب والبطاطين والمخدات كل حاجه مولعه. كل حاجه مولعه. فتحنا طبعا كل حاجه من الشباك رميناها، وزي ما انت شايف الشقه كده ولا كده. ويعني ربنا ينطب بالست اللي هي وقعت من البلكونه هناك. يعني انا شايفه ان بنتها، يعني تعالي حبيبتي. انت كنت معاها ساعه الحريق؟ لا. طب انت سمعتي اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كنت فين؟ انا كنت عند بيت جدي، فمره واحده اسمها خالتي اميره كانت فوق عند جارتها، فشمت ريحه دخان، فنزلت تحت لقيت الباب في نار تحتيه وايد خض، فصوتت فجدي فسمعت صوت فبيحسب فقال في بيته بيولع، فجدي طلع قال بيته بيولع فطلع فوق، وبعد ما طلع فوق لا بيكسر الباب بعض، وماما خايفه جدا من الحريقه والحريقه كلها. ده كل ده طالع من الحريقه صح؟ ايوه حاجه ده كده. بعد كده ماما نطت، بعد كده هو فتح الباب لقاها نطت، كان هياخدها وينزلوا، بس هي خايفه من الحريقه فنطت ما قدرتش تستحمل. فايه فجدي جلده كله استلخ في وشه. انت شفتي اللي حصل؟ شفتي اللي حصل؟ تعالي كده احكي لنا. احكي لنا اللي حصل. اول حاجه احنا شفناها وهي واقفه على الشباك. واحنا خالتي قالت لي ما خلاش انت ما تنزليش احنا كلنا معاكي. راحت هي قالت لها لا، راحت غصب عنها راحت قاعده على السلك، راحت مقلوبه على ظهرها او راحت مقلوبه على وشها، راحت ديت كلها طبعا اتعجبوا. لا حول ولا قوه الا بالله. هي ما كانتش بتحاول، تهرب من النار، مش عايزه تنط. ايوه كان النار عندها، لكن هي كانت عماله تحاول، هي خافت قعدت ترد على بابا بحس عالي ما هو حد سمعها، راحت هي وقعت، راحت خدت صوتت بصوت عالي لقيت الناس كلها تلم. يعني بنشكركم جدا. احنا يمكن معانا كمان شهود عيان من اللي شافوا الواقعة من البداية. خبط على الحاجة. اللي خبط على يعني الحاجة وشاف، يعني تعالوا بينا نسمع منهم ايه اللي حصل. السلام عليكم. بنزعجكم معلش. حضرتك اول شاهد عيان حصل او شاف الواقعة صح؟ معلش هنحكي للناس ايه اللي حصل تاني. اللي حصل اني انا قمت من النوم مفجوع، لقيت الدخانه بحسبها عندي في البيت في الشقه. فانا ببص لقيت الدخانه طالعه منين؟ من تحت. فنزلت اول واحد، لقيت الدخانه في قلب الشقه، بزق الباب، الباب جامد ما قدرتش ازقه. فجاه كده لقيت الباب اتفتح وهي مولعه. هدومها كلها مولعه. ده يعني النار مسكت فيها في الشقه. بس انت ما عرفتش تفتح الباب. لا ما عرفتش. هي ركبت البلكونه، رجل بره ورجل جوه، بشاور لها كده عشان ما تنزلش، راحت هوب راحت قاسحه. وقعت. طلبتوا الاسعاف والمطافي والكلام ده كله؟ طلبنا الاسعاف. اول حاجه طلبنا الاسعاف، وبعد كده المطافي. الاسعاف ما كملتش 3 دقايق وراحت جايه. 3 اسعافات صراحه ربنا يعني. والثانيه والمطافي. المطافي بعد ربع ساعه لقيناها جايه. انتوا كنتوا بتقولوا ان الجيران هي اللي طفت؟ كلنا طفينا. كلنا طفينا. يعني كانت الحريقه طفت قبل ما المطافي تيجي؟ الشباب اتلموا. بس وصلت بسرعه. وصلت يعني بعد 10 دقايق بتاع. حصل ايه من الشباب؟ عملوا ايه الشباب؟ كمينا كلنا بقينا نجيب ميه ونطفي، واللي بيقدر يعمل حاجه بيعملها، ونرمي الحاجه تحت من المدخنه ومولعه. فالحمد لله ربنا ستر، وبصراحه ربنا يعني الاسعافات بتاع اللي هي موجوده حاليا يعني في ثانيه تحت رجلينا لقيناهم. ربنا يبارك له وزير الصحه بجد.
الله يخليك يا رب. يعني. الله يخليك الله يخليك. بشكر خاص لهيئه الاسعاف انها جت بسرعه بصراحه. ربنا يبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو باصص للحاجات اللي زي دي بجد، والحكومه الاخرى نطلب اي حاجه نلاقيها بثانيه جنب مننا. الشرطه اي بلاغ بيحصل بالتلاوه على طول، اي بلاغ بيحصل الشرطه بثانيه نلاقيهم جنب مننا. تذكر الشرطه وكتر خير الدنيا ان احنا عايشين وفي امان والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له. الله يبارك له. الله يبارك له في حق جاه النبي. امين. واللي يقول فيه كلمه وحشه يبقى هو اللي وحش. الله يكرمك. الله يكرم. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ انت طبعا كنت شايفه الحادثه او سمعتي بالحادثه في الاول خالص. ايوه كنت هنا عصر القصب دي. وبعدين قالوا حريقه حريقه، قلت بقوم نوم كان نايم واجري. بصيت ما فيش خمس دقايق وبطل من البلكونه، قلت هركز كده واطل انا ما بقدرش امشي ولا اقوم. والاخر بطل لقيتها حاجه بتروحها من فوق. النسوان بقى تحت فضلوا يصوتوا ويعملوا ويعني، وراحوا مقلعين هدوم قلعوا الهدوم بتاعتها وجابوا بطانيه وغطاها بيها. انت كنت شايفه الحريق الاول؟ ما كنتش تعرفي الحريق فين ولا؟ لا انا الولع وقف في الشارع من عندهم. انا بطول من البلكونه والولع وقف، قلت جايه من عند مين دي؟ ما انا ما اعرفش ان من عندها ايه، انا قلت جايه من عند مين ديت. بصيت لقيتها هي. انتوا بتتعاملوا مع ست هويده كتير؟ لا ما احنا انا ما اعرفش. انتوا جيران يعني؟ جيران. وصباح الخير صباح النور، وما فيش اي حاجه بيني وبينها ولا اي حاجه. تمام. يعني في حالي انا في حال ما بنزلش ولا بطلع ولا حاجه. لا ما بتقدرش تقوم من المطرح. ما بقومش من المطرح. الله يخليك يا حاجه، متشكرين جدا ليك. شكرا ليك. وزي شكرا يا حاجه. وزي ما حضراتكم شايفين اثار الحريق داخل الوحده السكنيه والسلم، يعني الحمد لله يعني ان كانت لوحدها في الشقه، يعني بناتها مش ما كانوش معاها. يعني نحمد الله على كل ضر ونفع. وزي ما حضراتكم شايفين اثار الحريق وصلت. بنشكركم وبنشكر كل متابعينا على كبير ميديا. نحن لحضراتكم داخل الوحده السكنيه وسقوط سيده من الشرطه.